في تنظيم توازن الحمضية القلب. أول شيء راح نحكي مقدمة، هي كلها مقدمة فيزيولوجية وكيميائية لحتى تفهموا شو معنى توازن الحمضية القلب. درجة الحموضة أو البي اتش، درجة حموضة يعني الوسط أو بي اتش الوسط، أو هي نفسها الأس الهيدروجيني كذلك، هو رقم أو مقياس يعبر عن تركيز شوارد الهيدروجين في هذا الوسط، ويعبر عنه بالعلاقة البي اتش تساوي ناقص لوغاريتم تركيز شوارد الهيدروجين. ومن هالعلاقة بتلاحظوا أنه العلاقة بين درجة الحموضة البي اتش وتركيز شوارد الهيدروجين في الوسط هي علاقة عكسية بسبب وجود إشارة السالب قبل اللوغاريتم، فبالتالي زيادة تركيز شوارد الهيدروجين معناها انخفاض درجة الحموضة وبالتالي زيادة الحموضة، أما انخفاض تركيز شوارد الهيدروجين معنى نقص الحموضة وبالتالي ارتفاع درجة البي اتش، يعني هوني بتكون القلوي. درجة الحموضة داخل الجسم تختلف من وسط لآخر، حيث بي اتش المعدي يتراوح عادة بين 1.5 ل 5.3، وهي الدرجة مناسبة لعمل الأنزيمات الهضمية. أما بي اتش الدم الشرياني فعادة بتكون بين 7.35 ل 7.45، وهذا المجال بكافئ من تركيز شوارد الهيدروجين تقريبا 35 ل 44 نانو إكوي بلاند باللتر. أما بي اتش الدم الوريدة فهو عادة بكون أخفض من بي اتش الدم الشرياني تقريبا بتراوح بين 7.32 ل 7.38، وبسبب وجود تركيز اعلى من غسل اكسيد كربون في الدم الوريد. اذا تكلم الزملاء مفتوح الميكروفون يا ريت تطفيه. من الضروري ان تتم المحافظه على البي اتش الدم ضمن المجال الطبيعي، لانه اي اضطراب في قيمته سواء زياده او نقصانا سيؤدي إلى خلل في وظائف الجسم. أي ارتفاع في بي اتش الدم الشرياني عن 7.45 هذا بنسميه قلاء، وأي انخفاض في بي اتش الدم الشرياني أقل من 7.35 هذا يسمى حماض. وبشكل عام تكون قيمة البي اتش أقل من 6.9 غير متوافقة مع الحياة. هلأ رح نحكي كثير عن الدوارق أو البفرز، وهي عبارة عن مواد موجودة في وسط تمنع أو تحد على الأقل من حدوث تغيرات كبيرة في البي اتش هذا الوسط عند إضافة حمض أو أساس قوي إليه، وهي تسمى الدارقة. في جسم الإنسان الوسط هو الدم، والدارقة الأساسية هي شارد البيكربونات. هلأ تفاعل شوارد الهيدروجين مع البيكربونات بيدخل إلى الجسم يوميا ما يعادل 1 ميلي مكافئ على الكيلوغرام من شوارد الهيدروجين، وهذه الشوارد لو بقيت في جسم دون درء سوف تخفض درجة الحموضة لمستويات غير متوافقة مع الحياة. فعند دخول شوارد الهيدروجين الحرة للجسم تتفاعل معها شوارد البيكربونات بتكون حمض ضعيف وسريع التفكك، هو حمض الكربونيك H2CO3. هذا بيتفكك بسرعة لأنه حمض غير ثابت إلى غاز ثاني أكسيد الكربون والماء بواسطة أنزيم الكربونيك إنهيدراز. هذا يوجد بشكل رئيسي هالأنزيم هذا بالرئة والكلي وبنسبة ضئيلة بالعين. وهي المعادلة اللي بتعرفوها من السنة الماضية وقت اللي درسنا مادة طب الطوارئ ودرسنا التوازن الحمضي القلوي، ولكن هوني موسع أكثر ومشروح بآليات فيزيولوجية وكيميائية أكثر. فاتحاد شوارد الهيدروجين مع شوارد البيكربونات بيعطينا بشكل عكوس حمض الكربونيك اللي هو H2CO3، هذا كمان بيتفكك وبشكل عكوس الى بيعطينا الماء وغاز ثاني اكسيد الكربون. وهذا التفاعل متوازن، اي اتجاه التفاعل يتعلق بتركيز المواد الداخلي فيه والناتجي عنه. فزياده تركيز البيكربونات بتزيح التفاعل باتجاه التخلص من هذه الزياده، أي باتجاه تكوين غاز ثاني أكسيد الكربون والماء، فهذا بيؤدي لاستهلاك شوارد الهيدروجين وبالتالي بينخفض تركيز شوارد الهيدروجين.
أما بالاتجاه المعاكس زيادة ضغط جزئي لغاز ثاني أكسيد الكربون بيؤدي إلى انزياح التفاعل باتجاه تكوين شوارد الهيدروجين والبيكربونات، وبالتالي هون بيزداد تركيز شوارد الهيدروجين الحرة. وأيضا العكس صحيح، عند انخفاض تركيز البيكربونات بينزاح التفاعل باتجاه تشكل المزيد منها، مما يؤدي أيضا إلى تشكيل المزيد من شوارد الهيدروجين فبيرتفع تركيزها. وعند انخفاض الضغط الجزئي لغاز ثاني أكسيد الكربون بينزاح التفاعل باتجاه تكوين ثاني أكسيد الكربون، فبيتم استهلاك شوارد الهيدروجين فبينخفض التركيز. هلا في عندنا معادلة اسمها معادلة هندرسون هاسلباخ. هاي المعادلة بتعتمد على انه تركيز شوارد الهيدروجين الحرة بيتعلق بتركيز شوارد البيكربونات والضغط الجزئي لغاز ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي فإن قيمة البي اتش مرتبطة أيضا بقيمة هذين المتغيرة. يعني قيمة البي اتش ما بتعتمد فقط على قيمة شوارد الهيدروجين، لكن تتعلق أيضا بشوارد البيكربونات والضغط الجزئي لثاني أكسيد الكربون. ومن هون هالمعادلة هاي يمكن أن نربط قيمة البي اتش مع تركيز شوارد البيكربونات والضغط الجزئي لغاز ثاني أكسيد الكربون من خلال تطبيق معادلة هندرسون هاسلباخ، فبنحصل على المعادلة التالية: البي اتش تساوي 6.1 زائد لوغاريتم تركيز شوارد الهيدروجين على الضغط الجزئي لغاز ثاني أكسيد الكربون ضرب 0.03. شرح المعادلة هاي طبعا هي بس للفهم، ما رح نطالبكم فيها يعني، ولكن هي لفهم آليات التوازن الحمضي القلوي. الرقم 6.1 هو ثابت خاص بالبلازما، ولكل سائل هو ثابت، لكل سائل ثابت خاص به، فهذا ثابت خاص بالبلازما 6.1. البي سي او تو هو الضغط الجزئي لغاز ثاني أكسيد الكربون في الدم، وعادة المتحكم الرئيسي فيه هي الرئتين. البيكربونات هو تركيز شوارد البيكربونات في الدم، والكلي هي المتحكم الرئيسي لشوارد البيكربون. فمن معادلة هندرسون هاسلباخ منلاحظ انه بي اتش الدم بيتغير بتغير نسبة البيكربونات على تركيز او على الضغط الجزئي لغاز ثاني اكسيد الكربون. فارتفاع تركيز البيكربونات بيؤدي لارتفاع البي اتش، يعني بيحصل عندنا قلة. لما ترتفع تركيز شوارد البيكربونات بيرتفع درجة حموضة الدم، أو يعني بصير عندنا قلاء، وبالعكس نقص البيكربونات يؤدي إلى الحمى. أما البي سي أو 2 فبيعطينا هون علاقة عكسية، البي سي أو 2 ارتفاعه بيؤدي إلى انخفاض البي اتش، وبالتالي بيحدث حموض، وبالعكس انخفاض البي سي أو 2 يؤدي إلى قلاء. تركيز شوارد الهيدروجين يمكن حسابه من المعادلة التالي: 24 ضرب البي سي او 2 على تقسيم البيكربونات. طبعا بشكل عام للحفاظ على بي اتش طبيعي بنخسر شارد بيكربونات مقابل كل ذرة هيدروجين حر. هلا كيف بنقرا غازات الدم الشريانية؟ اول شيء لازم نعرف القيم الطبيعية لغازات الدم الشريانية، وهي تعد الخطوة الأولى في تشخيص أي اضطراب في التوازن الحمضي القلوي. بشكل عام في غازات الدم الشريانية، يعني بيجيكم لما بتسحب عين الدم من غازات الدم الشريانية شو بيكون؟ بيجيكم نتائج مخبرية، بيجيكم بي اتش الدم الشرياني والبي سي او 2 الضغط الجزئي لغاز ثاني أكسيد الكربون، وأيضا بيجي تركيز البيكربونات في الدم والضغط الجزئي للأكسجين وإشباع الدم بالأكسجين هو الاوتو ساتوريشن. هلا تختلف القيم بين الدم الشرياني وبين الدم الوريدي، ولكن بما انه احنا عم ندرس غازات الدم الشرياني بنحفظ قيم غازات الدم الشرياني، لانه هي اساس في تشخيص اي اضطراب للتوازن الحمضي والقلوي. الوريدي فقط للاطلاع ولا تقارنه بينه وبين الدم الشرياني. هلا بي اتش الدم الطبيعي هوني يعني قيم شوي فاحفظوها 7.35 للسهولة، 7.35 ل 7.45. شوارد الهيدروجين ما في داعي تحفظوا تركيزها، ولكن بشكل عام هي
فيكم تحفظوها مثل قيمه البي سي او 2. قيمه البي سي او 2 تقريبا هي من 36 ل 44، او اذا بدنا يعني كمان نختصرها بنسويها من 35 ل 45 قيمه البي سي او 2، او من 37 ل 45 البي سي او 2. وايضا بكون تركيز سوار الهيدروجين تقريبا مثله من 37 ل 44. البيكربونات هي ضروري كمان الواحد يحفظ قيمتها من 22 ل 26 ميلي مول او ميلي اكويفالنت باللتر. طبعا بي اتش الدم الوريده بتكون عاده 7.32 ل 7.38، وبالتالي بيكون اكثر حموضه من الدم الشرياني لانه بيكون غني بغاز ثاني اكسيد الكربون ونواتج الاستقلاب، وايضا بيكون تركيز ذرات الهيدروجين الحره اكثر بالدم الوريدي من الدم الشريان. هلا كيف يتم تنظيم التوازن الحمضي القلوي؟ يمتلك الجسم وسائل واليات تمكنه من الحفاظ على بي اتش الدم ضمن المجال الطبيعي. عفوا. واهم هذه الوسائل هي عندنا جمله دواري كيماويه بسموها الكيميكال بافرز، وعندنا الجهاز التنفسي، وعندنا الكلي. هلا بنبدأ بجملة الدواري الكيميائية. في حال زيادة تركيز شوارد الهيدروجين في الجسم ولمنع حدوث الحماض يستخدم الجسم آلية الدارئة أو البفر، حيث ترتبط الدواري مباشرة مع شوارد الهيدروجين الزائدة لتمنع حدوث تغير كبير في قيمة البي اتش. الدواري الكيميائية هي خط الدفاع الأول ضد تغيرات البي اتش، وبكون تأثيرها فوري. إلا أنها ميزتها هي صحيح أول ما يعني تكون خط الدفاع الأول، ولكن تأثيرتها أو قدراتها تكون محدودة، حيث أنها لا تستطيع بمفردها تصحيح اضطرابات البي اتش الكبيرة أو طويلة الأمد. الدوار الرئيسي في الجسم هي دارئة البيكربونات وهي الأهم، وعندنا دارئة الفوسفات والبروتينات. تعتبر البيكربونات دارئة خارج خلوي، بينما الفوسفات والبروتينات هي دوارة داخل خلوي. هلأ دارة البيكربونات وهي أهم دارئة في الوسط خارج الخلوي، بترتبط جزيئة البيكربونات مع ذرة الهيدروجين وبتعمل لنا هالمعادلة اللي المشهورة للتوازن الحمضي القلوي. بهالتفاعل هذا يستهلك شرد البيكربونات، لذلك لابد من آليات تعوض هذا النقص، وهو ما تقوم به الكلي من خلال إعادة امتصاص البيكربونات الراشحة، وأيضا بشكل بيكربونات جديد. هلأ عندنا دار الفوسفات، تتحد شوارد الفوسفات مع الهيدروجين وبتشكل حمض الفوسفور الذي يطرح مع المول، حيث يستقبل الـ H2BO4 ذرة هيدروجين، أما الـ HBO4 ناقص 2 هذا بيستقبل ذرتي هيدروجين. فإذا كان H2BO4 واتحد مع شارد هيدروجين بيعطينا حمض الفوسفور H3BO4، أما إذا كان HBO4 ناقص 2 فبيستقبل ذرتي هيدروجين وأيضا بيعطينا حمض الفوسفور H3BO4. دارة الفوسفات، لأنه الشوارد الفوسفات هي الدارة الرئيسية داخل الخلوي، لذلك هي بشكل أساسي دارئة داخل خلوية، وبالتالي فإن استخدامها في درء تغيرات البي اتش الدم يتطلب خروجها ومعها الكالسيوم من الخلايا، ولا سيما لأنه بشكل أساسي هي شوارد الكالسيوم والفوسفات موجودة بالعظام، ولا سيما الخلايا العظمية الغنية بالفوسفات والكالسيوم، أو تقوم بإدخال الهيدروجين لداخل الخلية. لذلك راح نشوف لاحقا بحالات الحماض المزمن بيؤدي لحدوث اضطرابات عظمية بسبب الخروج المستمر لشوارد الفوسفات والكالسيوم من الخلايا العظمية، إضافة لحدوث الكلاس الكلوي أو بنسموه النيفروكالسينوسيز، وهو عبارة عن ترسب لأنه تخرج شوارد الكالسيوم من العظام منشان تشتغل كدارئة، فبيزيد اطراح الكالسيوم بالبول، وبالتالي احيانا ممكن يحصل ترسب الكالسيوم داخل النسيج الكلوي، فهذا اللي بسموه الكلاس الكلوي او النيفروكالسينوسيز. وايضا بسبب زياده اطراح الكالسيوم بالبول بيحصل عندنا زياده باحتماليه حدوث
أو تشكل الحصيات الكلوي. هلأ البروتينات تعد البروتينات دوارق بفضل صفتها المذبذبة. هي بتتألف من حمض أميني تمتلك نهاية كربوكسيلي ونهاية أميني، لذلك تكون البروتينات قادرة على العمل كحمض أو أساس. تقوم خلايا الأنبوب القريب بإنتاج الأمونيا NH3 من الحمض الأميني الجلوتامين. هي الأمونيا تتحد مع شارد الهيدروجين فبتشكلنا شارد الأمونيوم NH4. شارة الأمونيوم هي تطرح في البول. يعني هون بهالحالة هي الأمونيا قامت بدور دارئة لشوارد الهيدروجين، فوفقاً لهالمعادلة هي أنه خلايا الأنبوب القريب بتقوم بإنتاج الـ NH3 شارة الأمونيا من الحمض الجلوتامين، الـ NH3 شارة الأمونيا بتتحد مع شوارد الهيدروجين وتشكل لنا شارة الأمونيوم اللي يتم طرحها في البول. هلا بنجي لنحكي عن الجهاز التنفسي ودوره كدارئه. الجهاز التنفسي يعتبر خط الدفاع الثاني بعد الدوارق الكيماويه اللي تحدثنا عنها منذ قليل، حيث يبدا بالتدخل بعد دقائق. تساهم الرئتان في ضبط التوازن الحمض القلوي من خلال تنظيم طرح غاز ثاني اكسيد الكربون او حبسه، حيث تؤثر تغيرات بي اتش الدم على مراكز التنفس في جذع الدماغ وفقا لما يلي: في حال حدوث حماض، بحالة الحماض يجب تخفيض البي سي او 2 عن طريق تحريض مراكز التنفس. تحريض مراكز التنفس بيؤدي لحدوث فرط تهوي، وبالتالي بيزيد اطراح غاز ثاني اكسيد الكربون بالهواء عن طريق التنفس، وبالتالي بينخفض تركيز البي سي او 2. لما بينخفض تركيز بي سي او 2 بيؤدي لحدوث قلق تنفسي معاوض. هاي الجهاز التنفسي بشكل أساسي هو المعاوضة الأساسية في حالات الحماض أو القلق الاستقلابي، إما بزيد إطراح غاز ثاني أكسيد الكربون أو بنقص إطراح غاز ثاني أكسيد الكربون حسب حالة الحماض أو القلق. في حالات الحماض بده يتسرع التنفس بزيد إنه إطراح غاز ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي بيحصل عندنا قلق تنفسي معاوض، هذا بالحماض الاستقلابي. أما بالقلق الاستقلابي فبيحدث العكس، في حال حدوث قلق يحدث العكس، يتم تثبيط مراكز التنفس بيؤدي لحدوث نقص بالتهوي، فبينحبس غاز ثاني اكسيد الكربون وبيرتفع مستوى بالدم، فبيؤدي لنا لحدوث حماض تنفسي معاوض. مثل ما ذكرت الجهاز التنفسي بيلعب الدور الاساسي في معاوضة الحماض او القلق الاستقلابي. هلا الكلي الآلية الكلوية في المعاوضة هي أبطأ الآليات تنظيم التوازن الحمضي القلوي، بيبدأ مفعولها بعد ساعات إلى أيام، إلا أنها أكثر الآليات قوة وفعالية. تقوم الكلي بضبط التوازن الحمض القلوي عن طريق العمل على البيكربونات والهيدروجين. على البيكربونات البلازما، إما بتعيد امتصاص البيكربونات أو تصنع بيكربونات جديدة. على شوارد الهيدروجين عبر طرحها عن طريق الأنبوب البعيد. هلأ إعادة امتصاص البيكربونات، تحدث إعادة امتصاص البيكربونات بشكل أساسي في الأنبوب القريب وفق المراحل التالية: بيعبر الهيدروجين إلى لمع الأنبوب القريب بالتبادل مع الصوديوم بواسطة قناة الصوديوم هيدروجين التي تدخل شارة الصوديوم إلى الخلية الأنبوبية وتخرج شارة الهيدروجين بالمقابل. وقت اللي بترشح البيكربونات، انتبهوا لهي، وقت اللي بترشح البيكربونات مع الرشاحة الكبية إلى محفظة بومان، ومن ثم تنتقل إلى لمعة الأنبوب القريب. هوني تتحد شارة البيكربونات مع شارة الهيدروجين اللي طرحتها اللي كانت موجودة بلمعة الأنبوب القريب بالتبادل مع شارة الصوديوم. تتحد شارة البيكربونات مع شارة الهيدروجين في لمعة الأنبوب القريب ليشكلوا الماء وغاز ثاني اكسيد الكربون وفق التفاعل اللي ذكرناه اكثر مره بواسطه الانزيم الكربونيك انهيدراز. هلا هون بعدها بيعبر الماء وغاز ثاني اكسيد الكربون الناتجان عن التفاعل السابق الى داخل الخليه الانبوبيه. هلا داخل الخليه
بيرجعوا بيعملوا نفس التفاعل داخل الخلية، بيتحد الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون من جديد ليشكلوا حمض الكربونيك بتواسط النظير داخل الخلوية من نفس الأنزيم. نفس الأنزيم الكربونيك إنهيدراز فيه له نظير داخل الخلوية بيقدمه لهالتفاعل، هذا بيرجعوا بيتحدوا مع بعضهم داخل الخلية بيشكلوا لنا حمض كربونيك. حمض الكربونيك بتفكك داخل الخلية بشكل تلقائي إلى بيكربونات وشوارد هيدروجين. فبهذه الحالة هي البيكربونات تضخ إلى النسيج الخلالي ومن ثم إلى الدم، يعني بمعنى تم إعادة امتصاصها. الهيدروجين يطرح إلى اللمعة بالتبادل مع الصوديوم مثل ما حكينا أول مرحلة ليعيد نفس التفاعل من جديد ويساهم في إعادة امتصاص المزيد من البيكربونات. انتبهوا، مثل ما في عتبي كلوي للغلوكوز ايضا يوجد عتبي كلوي لامتصاص البيكربونات، وعاده تساوي 25 ميلي مكافئ باللتر. فعندما تكون بيكربونات الدم تحت هذه العتبي يتم اعاده امتصاص البيكربونات الراشحه بشكل كامل، اما وفوق هذه العتبي يتم طرح البيكربونات الفائضه. في الحالة الطبيعية يحدث عودة امتصاص تام تقريبا لشوارد البيكربونات الراشحة، فعادة لا يتم طرح بيكربونات في البول. ومثل ما بتعرفوا من الفيزيولوجيا من أول المحاضرات يحدث معظم عودة امتصاص البيكربونات في الأنابيب القرية بنسبة 85%. هاي المعادلة والشرح اللي حكينا عليه كيف يتم إعادة امتصاص البيكربونات في الأنبوب القريب، وهي باختصار تتحول البيكربونات والهيدروجين إلى ماء وغاز ثاني أكسيد الكربون بيدخلوا إلى داخل الخلية وثم بيتحولوا من جديد إلى حمض الكربون أو حمض الكربوني، وبعده هو بيتفكك لبيكربونات وشوارد الهيدروجين. البيكربونات يتم إعادة امتصاصها إلى الخلال ومن ثم إلى الدم، وشوارد الهيدروجين ترجع تنطرح بالتبادل مع الصوديوم لترجع تعيد لنا نفس الدورة. الآلية الثانية في المعاوضة الكلوية هي تشكيل بيكربونات جديدة. هاي تعد ثاني الآليات التي تضبط بها الكلي تراكيز البيكربونات، ولكنها عادة بتحدث في الأنابيب البعيدة. يتحد الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون داخل الخلية الأنبوبية بتواسط أنزيم الكربونيك إنهيدراز، وهوني بيعطوا حمض الكربونيك اللي بتفكك إلى بيكربونات يعاد امتصاصها إلى الدم، وهي بيكربونات جديدة لأنها تشكلت بدءاً من الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون، أي أنها لا تتشكل من بيكربونات راشحة كما حدث في الأنبوب القريب. إذا فهمتوا المعادلة السابقة، المعادلة السابقة رشحة البيكربونات ورجعت التحديد مع شوارد الهيدروجين وشكلت لنا حمض الكربونيك، أما هون بخلايا الأنبوب البعيد بيتحد الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون داخل الخلية الأنبوبية في الأنبوب البعيد، وهذا بيتفكك لبيكربونات. البيكربونات تم إعادة امتصاصها، وهون هي تشكلت بيكربونات جديدة، أما هناك كانت بيكربونات راشحة. وشوارد الهيدروجين اللي تطرح في البول عبر مضخة بتعتمد على الأتيب. هلا عندنا اطراح شوارد الهيدروجين مثل ما سبق وشرحنا، هلا توليد البيكربونات او اصطناع بيكربونات جديده في الانبوب البعيد يؤدي الى انتاج شوارد الهيدروجين. ايضا تطرح شوارد الهيدروجين الى لمعه الانبوب البعيد عبر مضخات معتمده على الاي تي بي، يعني بتصرف طاقه، ولها نوعين رئيسيين المضخات اللي تطرح شوارد الهيدروجين. قناة الهيدروجين أتباز هي بتطرح شوارد الهيدروجين ومع صرف طاقة، وعندنا قناة الهيدروجين بوتاسيوم أتباز هي تدخل شارد البوتاسيوم إلى الخلية مقابل إطراح شارد هيدروجين. لكن بيأتش البول يجب أن لا ينخفض تحت 4.4 وإلا توقف طرح شوارد الهيدروجين، لذلك لابد من وجود دارئة تقبض هذه البروتونات اللي هي شوارد الهيدروجين
واهم دارقتين داخل الانابيب الكروي هي جمله الامونيا، تتحد الامونيا او النشادر ال NH 3 مع شرط الهيدروجين وبتشكل لنا شرط الامونيوم. شرط الامونيوم تطرح في البول، وهي هي شرط الامونيوم بتستهلك تقريبا ثلثي كميه الهيدروجين المطروحه. وعندنا الجمله الثانيه هي الحموض المعدلي، واهم حمض الفوسفور، بتتحد شوارد الهيدروجين مع شوارد الفوسفات وبتشكل لنا حمض الفوسفور. هذا حمض الفوسفور بيطرح بالبول، وهذا تقريبا بيساهم بتعديل او قبض ثلث كميه الهيدروجين المطروحه. لا تنسوا هاي جمله الامونيا بتعدل لنا او بتساهم بقبض ثلثي شوارد الهيدروجين المطروحه، والحموض المعدلي اللي هي حموض حمض الفوسفور بشكل اساسي بيعدل لنا ثلث كميه الهيدروجين المطروحه. عندنا هلا مصطلح الحموض الطياره وغير الطياره واليه طرح كل منها. بشكل عام يحدث انتاج مستمر للحموض في الجسم، سواء كانت هذه الحموض قادمه عبر الغذاء او ناتجه عن العمليات الاستقلابيه في الجسم. بشكل عام يمكن تقسيم الحموض الى مجموعتين رئيسيتين، الحموض الطياره وهي يمثلها حمض الكربونيك H2CO3، وسموه حموض، يعني ليش بسموه طيار؟ لانه قابل للتفكك، مركب غير ثابت قابل للتفكك بشكل سريع. اما الحموض غير الطياره فهي امثله عنها حمض الكبريت وحمض الفوسفور. سمي حمض الكربونيك بالحمض الطيار لانه يتفكك ويعطي الماء وغاز ثاني اكسيد الكربون. غاز ثاني اكسيد الكربون بيغادر الجسم عبر الرئتين، اما الحموض غير الطياره فلا يمكن طرحها عبر الرئتين. لذلك لانه لما بتفكك حمض الكربونيك لماء وغاز ثاني اكسيد الكربون، غاز ثاني اكسيد الكربون يتم اطراحه عن طريق جهاز تنفسي، فلذلك سميت بالحموض الطياره. اما حمض الفوسفور وحمض الكبريت فلا يمكن طرحه عن طريق الجهاز التنفسي، لذلك سميت بالحموض غير الطياره. طرح الحموض غير الطياره او الثابته يتم بشكل اساسي عبر الكلي التي تطرح شوارد هيدروجين الزائده، وهون تطرحها بشكل امونيوم او على شكل حموض معدلي مثل حمض الفوسفور. هلا بعد هالمقدمه هاي ندخل باضطرابات التوازن الحمضي القلوي. من معادلة هندرسون هاسلباخ وجدنا أن قيمة البي اتش تتعلق بشكل أساسي بقيمة النسبي البيكربونات على الضغط الجزئي لغاز ثاني أكسيد الكربون. أي اضطراب في تنظيم الضغط الجزئي لغاز ثاني أكسيد الكربون هذا يدعى اضطراب تنفسي، وأي اضطراب في تنظيم تركيز شوارد البيكربونات يدعى اضطراب استقلابي. فارتفاع تركيز البيكربونات يؤدي إلى قلاء، وانخفاض تركيز البيكربونات يؤدي إلى حماض. أما ارتفاع البي سي أو 2 فبيؤدي لحماض، وبالعكس انخفاضه بيؤدي إلى قلاء. وبناء على هالملاحظات اللي ذكرناها بنصنف اضطرابات التوازن الحمضي القلوي إلى حماض تنفسي، تنفسي أي بكونوا الاضطراب على حساب البي سي أو 2، وحماض يعني بيكون البي سي او 2 مرتفع. كما في حال انحباس غاز ثاني اكسيد الكربون نتيجه نقص التهوي، بشكل عام اي حالات تؤدي الى نقص التهوي مثل اختناق والمناطق قليله التهوي بتؤدي لحدوث والربو والسي او بي دي، او اي حاله بتؤدي لحدوث نقص التهوي مثل تثبيط التنفس نتيجه استعمال مثلا او انسمام بالمهدئات او استعمال المخدرات، كلها بتؤدي الى تثبيط التنفس وبالتالي بتؤدي لنا ل حماض تنفسي. عندنا الحماض الاستقلابي، استقلابي اي بيكونوا بسبب نقص تركيز شوارد البيكربونات، وحماض يعني بسبب انه استقلابي بيكونوا على حساب البيكربونات. وليش حماض بيكونوا
في عنا نقص بتركيز البيكربونات، أو أي اضطراب بيؤدي إلى خفض تركيز البيكربونات راح ندرسهم بشكل مفصل. القولة التنفسية بتسمى تنفسية لأنه بيكون على حساب الـ VCO2، وقلى أي بيكون الـ VCO2 منخفض، كما في حالة الحالات بتؤدي إلى زيادة إطراح غاز ثاني أكسيد الكربون خارج الجسم. كل حالات فرط التهوي بتؤدي إلى حدوث قلى تنفسية، وأشياء شيء مثلا هي نوبات القلق أو نوبات الهستيريا، نوبة الربو الحادي طبعا ما هي صحيحة، نوبة الربو الحادي والمراحل الأولى للصمي الرئوي. نوبة الربو الحادي طبعا بمراحل البي دي قبل ما يحدث انسداد او تضيق في الطرق الهوائية. المريض اول ما بتسرع عنده التنفس ممكن يحدث عنده قلق تنفسي، ولكن بس صار عنده تضيق او تشنج بالطرق الهوائية بده يحتبس غاز ثاني اكسيد الكربون، وبالتالي بيرتفع مستواه بالدم فبيؤدينا لحماض التنفس. ولكن هو كمثال لما نذاكره قصده فيه انه نوبة الربو الحادي لكن بمرحلة تسرع التنفس، يعني بالمرحلة البدئية قبل ما تتكامل هجمة الربو الحادي. القلى الاستقلابية، يعني استقلابي بيكون على حساب البيكربونات، وقلى يعني بيكون بيترافق مع زيادة البيكربونات بسبب أي اضطراب يؤدي إلى زيادة تركيز البيكربونات. قد يجتمع أكثر من اضطراب معا عدا القلى التنفسية والحموضة التنفسية، هدول لا يجتمعان أبدا. يعني ما بتلاقي عند مريض كاضطراب توازن حمضي قلوي قلق تنفسي وحماض تنفسي، هذول مستحيل يكونوا موجودين عند نفس المريض. ولكن بتلاقي عند مريض حماض استقلابي وقلق تنفسي، حماض استقلابي وحماض تنفسي بتلاقيها، اما قلق تنفسي وحماض تنفسي هذول لا يجتمعان ابدا. هل اليات المعاوضه؟ عندما يحصل اضطراب بدئي في التوازن الحمضي القلوي يحصل مقابله اضطراب معاوض هذا ثانوي معاكس له كمحاولة لتصحيح البي اتش. تتم معاوضة الاضطراب التنفسي باضطراب استقلابي، ومعاوضة الاضطراب الاستقلابي باضطراب تنفسي. وراح نحكي عن الآليات الأربعة للمعاوضة. أول شيء القلاء التنفسي الثانوي، يعني إيمت بكون القلاء التنفسي هو قلاء معاوض؟ عند ارتفاع تركيز شوارد الهيدروجين في الدم بسبب مشكلة استقلابية، يعني بكون المريض عنده أصلا حماض استقلابي، فإن الرئة تعمل على رفع البي اتش من خلال إنقاص الضغط الجزئي لغاز ثاني أكسيد الكربون. يعني مثل ما ذكرنا المريض اللي بيكون عنده حماض استقلابي بيحصل عنده تنبيه لمراكز التنفس فبيؤدي إلى حدوث فرط تهوي، فرط التهوي بيؤدي الى زياده اطراح غاز ثاني اكسيد الكربون، وبالتالي بينقص الضغط الجزئي لغاز ثاني اكسيد الكربون، يعني بيحصل عندنا قلى تنفسي، لكنه بهالحاله هي بيكون معاوض للحماض الاستقلابي البدئي. يعني القلى التنفسي هون بكون الاضطراب الاساسي هو حماض استقلابي، وبسبب فرط التهوي حصل عندنا قلى تنفسي ثانوي او معاوض. وهذا الامر هذا بيحدث بشكل طبيعي وبدل على سلامه الجهاز التنفسي. عندنا الحماض التنفسي الثانوي بالعكس في حال حدوث قلى استقلابي، يعني مريض مثلا عنده ابتلاءات شديده وحصل عنده قلى استقلابي، بتعمل الرئتين على خفض البي اتش من خلال حبس غاز ثاني اكسيد الكربون، فبيثبط مراكز التنفس، بيحصل عند المريض نقص تهوي، نقص التهوي بيؤدي الى احتباس غاز ثاني اكسيد الكربون، وبالتالي بيرتفع مستوى بالدم، وبالتالي اخيرا بيتشكل عندنا حماض تنفسي ثانوي او معاوض لحاله القلاء الاستقلابي. هلا امتى بكون القلاء الاستقلابي ثانوي يعني بشكل معاوض؟ هو عند حدوث حماض لسبب تنفسي، هون بيكون عندنا الحماض التنفسي او الاضطراب التنفسي هو السبب البدء، هون بتعاود الكلي بقلاء استقلابي، يعني بتزيد عود امتصاص البيكربونات وبتزيد طرح شوارد الهيدروجين. الحماض الاستقلابي الثانوي بيحصل بحالات القلى التنفسي بتعاود الكلي بحماض استقلابي تنقص عود امتصاص البيكربونات وتنقص اطراح شوارد الهيدروجين. بشكل عام ويعني حتى اختصر عليكم وما تضيعوا كثير، الاستقلابي بيعاود باضطراب تنفسي ثانوي، والاضطراب التنفسي البدئي سواء كان حماض ولا قلق بيعاود باضطراب استقلابي. ف
فمثلا اذا كان عندنا مريض عنده حماض استقلابي بيعاوض عن طريق الجهاز التنفسي، فبتشكل عندنا قلاء تنفسي ثانوي، ف بيزداد بينقص اطراح غاز ثاني اكسيد الكربون، فبتشكل عندنا قلاء تنفسي ثانوي. اما اذا المريض عنده قلاء استقلابي، القلاء الاستقلابي بيعاوض بحماض تنفسي، يعني المريض بيحبس غاز ثاني اكسيد الكربون مشان يخفض بي اتش الدم. وبشكل عام مهما كانت المعاوضه جيده، انتبهوا، فانها لن تستطيع اعاده البي اتش للطبيعي الا اذا كانت المعاوضه تامه، وسيبقى قيمه البي اتش مرتفعه قليلا او منخفضه قليلا. لذلك فان قيمه البي اتش تعبر عن الاضطراب بدء وليس المعاوض. يعني شو معناها؟ هي حتى اشرح لكم اياها. يعني لما بيجيك تحليل غازات دم شريانيه، حتى المريض لو كان عنده معاوضه، مثلا لو المريض بالاصل عنده حماض استقلابي وصار عنده معاوضه تنفسيه بقلاء تنفسي ثانوي، فالبي اتش هوني ما بتعبر لك عن انه القلاء التنفسي المعاوض، لا، بتعبر لك عن الاضطراب بدء اللي هو كان حماض استقلابي. يعني بتشير لك دائما انه هذا كان حماض استقلابي. يعني المعاوضه، آلية المعاوضة سواء كانت تنفسية ولا عن طريق الكلي، ما بتصحح قيمة البي اتش بشكل كامل بتوصلها للطبيعي، إلا ما يضل فيها مثلا في حالة حماض استقلابي يضل فيها نقص. فأنت مثلا بتشوف البي اتش 7.30 أو 7.33، هون صحيح بكون معاوضة تنفسية، ولكن بتدلك أنه هذا بالأصل هو حماض استقلابي. وكذلك في حالة القلاء نفس الشيء. وبالتالي قيمة أو تحليل غازات الدم الشريانية اللي بيجينا حتى لو كان عند المريض معاوضة، فبيشير للاضطراب الأساسي سواء كان حماض ولا قلاء استقلابي، ولا كان حماض ولا قلاء تنفسي. هلأ كيف منميز حالات الحماض والقلاء البدعي عن المعاوض؟ يعني هي أصلا كيف رح نقرأ غازات الدم الشريانية؟ إذا لاحظنا في قياس غازات الدم الشريانية البي سي او 2 والبيكربونات كلاهما مضطرب، كيف نحدد من هو الاضطراب البدعي ومن هو الاضطراب المعاوض الثاني؟ دائما وبأوي أول خطوة في قراءة غازات الدم الشريانية بنطلع على قيمة البي اتش. تشير قيمة البي اتش للاضطراب البدعي، ومن ثم نحدد نوعه استقلابي أو تنفسي. أول شيء بنطلع على قيمة الـ pH، فإذا كانت الـ pH أقل من 7.35 بنقول فوراً هذا حماض. إذا كانت الـ pH أكثر من 7.45 بنقول هذا قلاء. وبعدها ننتقل للخطوة الثانية. بالخطوة الثانية بنطلع على قيمة البيكربونات. إذا كانت تغيرات الـ pH موافقة لتغيرات البيكربونات، فالاضطراب الاستقلابي هو بدعي. اما اذا كانت تغيرات البي اتش غير متوافقه مع تغيرات البيكربونات، فالاضطراب البدعي هو تنفسي. مثل ما ذكرت الخطوه الاولى بنطلع على البي اتش، اذا كانت اقل من 7.35 فهو حماض، اذا كانت اكثر من 7.45 فهو قلاء. الخطوه الثانيه بنطلع على قيمه البيكربونات، فاذا كانت متوافقه مع تغيرات البي اتش فهذا الاضطراب بيكون استقلابي. يعني شو معنى؟ يعني اذا لقينا البي اتش نازلي والبيكربونات كذلك ايضا كانت نازلي منخفضه، اصح هذا صار عندنا حماض استقلابي. اذا كانت البيكربونات، اذا كانت البي اتش مرتفعه اكثر من 7.45 ولقينا البيكربونات كذلك ايضا مرتفعه، اذا كذلك هذا استقلابي، ولكن هون شو بكون صار؟ قلاء استقلابي. يعني دائما اذا كانت قيمه البيكربونات متوافقه مع قيمة الـ pH سواء هبوطاً ولا صعوداً، فهذا منقول عنه استقلابي، ومنحدد حماض ولا قلاء بناء على قيمة الـ pH. هلأ إذا جينا إحنا طلعنا على قيمة الـ pH ولقينا حماض أو قلاء، وجينا طلعنا على قيمة البيكربونات لقيناها ما متوافقة مع قيمة الـ pH، يعني كأن لقيت أن الـ pH منخفضة بينما البيكربونات مرتفعة، هون بهالحالة هذا صار اضطراب تنفسي. بهالحالة هاي بتروح بتطلع على الـ BCO2. تمام؟ إذا فهمتوها بس قولوا لي حتى أنتقل للي بعدها.
واضح دكتور. تمام. هلا جينا مثل ما ذكرت بالخطوة الثانية، طلعنا قيمة البي اتش، لقيناهم متوافقين اما اثنيناتهم نازلين او اثنيناتهم طالعين، شخصنا استقلابه. لا، لقينا انه قيمة البي اتش ما هي متوافقه مع قيمه البيكربونات، هون بدنا نقول انه هذا تنفسي. لكن كيف بدنا نعرف انه تنفسه حماض ولا قلاء؟ ننتقل للخطوه الثالثه اللي هي منطلع على قيمه البي سي او اللي هي بتعبر عن وجود المعوض. من خلال الخطوه الثانيه في حال الاضطراب البدائي كان استقلابه ولا معرفه وجود معوضه تنفسي، ننظر الى البي سي او. قبل ما اشرح هاي الفكره، الخطوه الاولى حتى تكون واضحه باذهانكم تمام وما يكون فيها لبس، قبل ما اشرح هاي الفكره لانه هاي الفكره بدها تضيعكم، اول ما نقرا غازات الدم الشرياني بنطلع على البي اتش، منخفضه حماض، مرتفعه قلاء. الخطوه الثانيه بنطلع على البيكربونات، البيكربونات اذا كانت قيمتها متوافقه مع قيمه البي اتش صعودا او هبوطا بنشخص انه هذا حماض او قلاء استقلابي حسب قيمه البي اتش. لا، طلعنا على البيكربونات ما لقينا قيمته متوافقة مع قيمة البي اتش، الخطوة الثالثة بنطلع على البي سي او. البي سي او 2 طبعا هاي الخطوة الثالثة إذا كان مثل ما ذكرت قيمة البيكربونات ما يماشي مع قيمة البي اتش، فالخطوة الثالثة بنروح على البي سي او. البي اتش إذا كان نازل فعنا حماض، فإذا كان البي سي او 2 معاكس لقيمة البي اتش يعني مرتفع فهذا حماض تنفسي. أما إذا كانت البي اتش مرتفعة أكثر من 7.45 بينما قيمة البي سي او 2 معاكسة لقيمة البي اتش يعني البي سي او 2 منخفض لقيته 20 ولا 25 فهذا قلاء تنفسي. قبل ما أحكي عن المعوض، هلا ننتقل للخطوة الأخيرة اللي هي تقييم وجود المعوضة. فمن خلال ما سبق وشرحنا، في حال كان الاضطراب البدئي كان استقلابه ولم عرفت وجود معوضة تنفسية، ننظر إلى قيمة البي سي او 2. ففي حال كانت قيمة البي سي او 2 خارج المجال الطبيعي، يعني البي سي او 2 مثل ما ذكرنا هو بين 37 ل 45 مليمتر زئبق، فإذا كانت قيمة البي سي او 2 ضمن هالمجال هذا من 37 ل 45 فهوني بهالحالة هي ما في معوضة، لأنه هو البي سي او 2 حتى يعاوض إمتى بنقول المعاوض لازم يا يرتفع أو ينخفض. اما اذا لقيناها خارج هالمجال، يعني لقينا مثلا البي سي او 2 50 او لقينا 30 فهي خارج مجال الطبيعي للبي سي او 2 فهون نقول انه توجد معوضه تنفسي. ايضا بالمثل في حال كان الاضطراب البدئي كان تنفسي ولم عرفت وجود معوضه استقلابي، ننظر لقيمه البيكربونات بهالحاله. احنا شخصنا انه هذا حماض تنفسي او قلاء تنفسي، بس بدنا نعرفه معاوض ولا غير معاوض، هون بننظر لقيمه البيكربونات. فاذا كانت البيكربونات ضمن المجال الطبيعي من 22 ل 26 ميلي مكافئ باللتر، مثلا طلعت قيمه البيكربونات عند المريض 24، اصبح هذا مو معاوض، لانه بهالحاله هي لازم يا تنقص البيكربونات او تزداد البيكربونات حسب الاضطراب الاصلي، الاضطراب التنفسي البدئي اللي كان عند المريض حماض تنفسي ولا قلاء تنفسي. فاذا كان حماض تنفسي لازم ترتفع قيمه البيكربونات يعني تصير 30 لحتى نقول انه معاوض، اما اذا كان عنده قلاء تنفسي لازم تنخفض قيمه البيكربونات تصير مثلا اقل من 22 حتى نقول انه معاوض. مفهومي كمان نقطه المعاوضه؟ ايه مفهوم دكتور. تمام، هاي تلخيص لما ذكرنا. حتى يكون الاضطراب الاستقلابي هو البدء، يجب أن تكون تغيرات البيكربونات بنفس الجهة تغيرات البي اتش، يعني مثل ما ذكرت أنه يكونوا اثنيناتهم نازلين أو اثنيناتهم طالعين البيكربونات والبي اتش، فهذا بكون نسميه اضطراب استقلابي، وحسب البي اتش بنحدد إذا حماض ولا قلاء. أما بالاضطراب التنفسي إذا كان هو الاضطراب البدء فيجب أن تكون تغيرات البي سي او 2 عكس جهة تغيرات البي اتش، ومثل ما ذكرت إذا جينا طلعنا ولقينا البي اتش ما هي متوافقة مع البيكربونات فورا بنقول إنه هذا تنفسي،
شلون بنعرف انه الاضطراب التنفسي بدنا نميزهم حمار تنفسي ولا قلق تنفسي؟ بنفس الشكل بي اتش نازلي هذا حمار، بس بتكون بالحاله هي البي سي او 2 بالحمار التنفسي بتكون بعكس قيمه البي اتش، يعني بتكون مرتفعه، بتلاقي البي سي او 2 اكثر من 45، فهذا بصير حمار تنفسي. بحاله القلق التنفسي يعني تغيرات البي سي او 2 بتكون بعكس قيمه البي اتش، بحاله القلق بكون البي اتش مرتفعه اكثر من 7.45 ولكن البي سي او 2 بكون اقل من 5.3. وبشكل عام حتى تتذكروها في إلى يعني كلمة هي الرومي بسموها الرومي، يعني شو هي منين جاي؟ respiratory opposite وميتابوليك إيكوال. الميتابوليك إيكوال يعني بتكون البيكربونات والبي اتش اثنيناتهم يا مرتفعين يا منخفضين، فهذا بنسميه استقلابي، لذلك هذا ميتابوليك. أما الرسبيراتوري بيكونوا أوبوزيت. الرسبيراتوري أوبوزيت يعني بتكون البي سي او 2 معاكسة لقيمة البي اتش، يعني البي اتش بتكون نازل البي سي او 2 بتكون مرتفع فهذا صار حمار تنفسي، او البي اتش بتكون مرتفعه والبي سي او 2 بيكون منخفض فهذا صار قلق تنفسي. سهل كثير، وطبعا يعني شرحنا هذا الجدول شرحنا بشكل مفصل خلال الشرح. هلا بننتقل لدراسة الحموض الاستقلابي. تعريف الحموض الاستقلابي بيشمل ثلاث أمور أساسية، هي بالترتيب نقص بدئي في تركيز البيكربونات الدم، وليس نقص معاوض، يعني بده يكون نقص بدئي في تركيز البيكربونات، قد يكون هذا النقص تالي لزيادة في تركيز شوارد الهيدروجين، أو في بعض الحالات قد يكون السبب بدئي هو نقص في تركيز البيكربونات وبالتالي تنقص قدرتها الدارئه فترتفع تركيز شوارد الهيدروجين. يعني حتى نقول انه حماض استقلابي اول شيء لازم يكون عندنا نقص بدئي في تركيز شوارد الهيدروجين وايضا انخفاض البي اتش في السائل خارج الخلوي، يعني هذا بما معناه ارتفاع تركيز شوارد الهيدروجين الحره، وبيحصل ايضا انخفاض معاوض في البي سي او 2 بسبب حدوث فرط التهوي وزيادة إطراح غاز ثاني أكسيد الكربون. وبالتالي كملخص الحموض الاستقلابي بكون هو نقص بالبي اتش وأيضا نقص بالبيكربونات لازم يكونوا متوافقين، وأيضا بيحصل فيه نقص بالبي سي او 2 بشكل ثانوي أو معاوض لفرط التهوي. هلا كيف يستجيب الجسم لحالة الحموض؟ بتتضمن الاستجابة للحماض الاستقلابي أربع أحداث رئيسية تحدث وفق التالي. أول شيء الدرء بالبيكربونات بيحدث بشكل فوري ومباشر من خلال ارتباط شوارد الهيدروجين بشوارد البيكربونات التي تعمل كدارئة في الدم. المعاوضة التنفسية بتحدث خلال دقائق لساعات، حيث تعمل الرئتين على زيادة إطراح غاز ثاني أكسيد الكربون بسبب حدوث فرط التهوي، لأنه بيحصل عندنا تنبيه لمركز التنفس وبالتالي بيحصل عندنا فرط تهوي وبيزيد إطراح غاز ثاني أكسيد الكربون. عفوا، يبدأ التنفس في البداية بشكل تنفس سريع لكنه طحل، يعني ما بيكون تنفس عميق، ومع تطور حالة الحموض الاستقلابي بيصبح التنفس سريع وعميق جدا، وخصوصا مرحلة الزفير وهذا يسمى تنفس كوسمان. لاحظوا المخطط الطبيعي للتنفس اللي على اليسار، أما تنفس كوسمان هو بشكل أساسي يحدث في حالات فرط التهوي، وهو أشجع مثال عليه هو الحماض الاستقلابي، عبارة عن تنفس سريع وعميق خصوصا يعني بيطول زمن الزفير حتى يطرح كمية أكبر من غاز ثاني أكسيد الكربون. بشكل عام إيمت منسمي المعاوضة مناسبة أو متوافقة؟ إذا كان انخفاض البي سي أو 2 بمقدار 1.25 ملم زئبقي مقابل كل انخفاض 1 ميلي مكافئ باللتر في تركيز البيكربونات، وقتها
بنقول انه هاي المعاوضه مناسبه. ايمتى بتكون المعاوضه مناسبه او متوافقه؟ لما بينخفض تركيز البي سي او 2 بمعدل 1.25 ملم زئبقي مقابل كل انخفاض 1 ملي مكافئ باللتر في تركيز البيكربونات. إذا كان هناك مشكلة في الرئتين مثل مرضى سي او بي دي، وهون هدول المرضى بكون عندهم تشنج بالقصبات واحتباس بغاز ثاني أكسيد الكربون، فبهالحالة هي ما بيحصل إطراح كافي لغاز ثاني أكسيد الكربون، هون بتدعى المعاوضة ناقصة أو غير مناسبة، ونصنف في هذه الحالة أنها حماض استقلابي مع اضطراب استقلابي مع اضطراب آخر الحماض التنفسي أدى لعدم انخفاض البي سي او 2. فمثلا إذا كان بالأصل المريض عنده حماض استقلابي، إذا المريض عنده حماض استقلابي فبكون عنده نقص بالبي اتش، نقص بالبي كربونات، وأيضا كفرط بسبب فرط تهوي لازم ينقص عنده البي سي او 2. فإذا لقيت أنه المريض عنده نقص بالبي اتش ونقص بالبي كربونات، هوني شخصنا أنه هذا المريض عنده حماض استقلابي، ولكن لقيت عنده البي سي او 2 مرتفع وهو بالأصل مثلا مريض ربو أو مريض سي او بي دي، فهذا بيكون عنده حماض تنفسي، يعني صار عنده كومبليكيتد او مختلط لانه ما عم يحسن يطرح غاز ثاني اكسيد الكربون. اما الحاله الطبيعيه او الرئتين الطبيعي لازم تطرح غاز ثاني اكسيد الكربون لتعاوض حاله الحماض الاستقلابي. فلما بتلاقي حماض استقلابي مع حماض تنفسي اصبح المريض بيكون عنده مشكله اخرى، مثلا كان يكون عنده حتى ذات رئه مثلا او انتان رئوي شديد، فما عم يطرح كميه كبيره من غاز ثاني اكسيد الكربون، فبيحصل عنده بالإضافة للحماض الاستقلابي حماض تنفس. ولا هو بالأصل إذا بدها تكون المعاوضة كاملة لازم يعاوض بنقص غاز ثاني أكسيد الكربون، يعني يصير عنده قلاء تنفسي وليس حماض تنفسي. الآلية الثالثة بمعاوضة الحماض الاستقلابي هي الدوارئ داخل الخلايا والعظام. بتخرج الدوارئ الفوسفات والكبريتات من داخل الخلايا بعد 2 لـ4 ساعات وتتحد مع شوارد الهيدروجين. بيخرج الكالسيوم من العظام مع دوارئ الفوسفات، وتذكروا دائما انه مرضى الحماض المزمن مثل مرضى الحميضات الانبوبي الكلوي اللي بيكون عندهم هدول الحماض بشكل مزمن بيعانوا من هشاشه في العظام، اضافه الى الكلاس الكلوي بيحصل عندهم ترسب الكالسيوم بالبرانشيم الكلوي، وايضا بسبب زياده اطراح الكالسيوم بالبول بيحصل عندهم حصيات كلسي، وخصوصا هذول المرضى الحميضات الانبوبه البعيد او النمط الاول راح نشرحه لاحقا. طبعا بيستمر خروج هاي الدوارئ في محاوله منها لتصحيح تركيز شوارد الهيدروجين. أخيرا عندنا المعاوضة الكلوية، ومثل ما ذكرنا المعاوضة الكلوية هي بطيئة تحدث خلال ساعات لأيام، ولكنها هي أكثر الآليات معاوضة قوة وفعالية وهي صاحبة الدور الأساسي. من آليات المعاوضة الكلوية بنرجع نذكركم فيها عودة امتصاص البيكربونات الراشحة أو اصطناع بيكربونات جديدة وطرح شوارد الهيدروجين الزائدة عبر جملة الأمونيوم والفوسفات. عند فشل الكلي في الدرق كما يحدث عند مرضى القصور الكلوي المزمن يصاب المريض بحماض مزمن مستمر وبتتطور لديه ذلي تنفسي. بعض الملاحظات تعتمد قدرة الكلي على في طرح شوارد الهيدروجين في البول على درائتي الفوسفات والأمونيا. كمية درائق الفوسفات المتوفرة في الجسم تتأثر بالوارد الغذائي من الفوسفات، لذلك إذا كان المريض الحماض يحتاج لطرح كميات كبيرة من الحموض وشوارد الهيدروجين في البول، فإن درائق جملة الفوسفات لن تكون كافية. أما كمية الأمونيا فهي قابلة للتكيف، لأنه بإمكان الكلي إنتاج كميات كافية من الأمونيا بالتزامن مع طرح كميات كبيرة من شوارد الهيدروجين.
وبالتالي تزيد الكلي من اطراح شوارد الهيدروجين بالبول من خلال زياده تشكيل الامونيا بشكل رئيسي، ولكن هذا عند الاشخاص الاصحاء وليس عند المرضى الذين لديهم قصور كلوي. رح نجي لنتحدث عن موضوع هام بالحماض الاستقلابي، وهو فجوه الصواعد او فجوه الشوارد او بسموها الانيون الجاب. الهوابط او الكاتيونز هي الشوارد التي تتجه نحو المهبط او القطب السالب في جهاز التحليل الكهربائي، اي هي بتكون الشوارد الموجبه. اما الصواعد الانيونز هي الشوارد التي تتجه نحو المصعد او القطب الموجب، يعني هي بتكون الشوارد السالب. اهم الشوارد الهابطه هي شارد الصوديوم، ومثل ما بتعرفوا هي الاكثر تركيزا في سائل الخارج الخلوي، ومعدله 140 ميلي مول او ميلي مكافئ باللتر، وهي تمثل الهوابط المقاسي لانه بنقيسها روتينيا، لانه بعد شوي راح تلاحظوا انه عندنا في كمان هوابط غير مقاسي. بينما تشمل الهوابط غير المقاسي بسموها الانميجرد كاتيونز البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم. اهم الصواعد المقاسي يعني الشوارد السلبيه هي شارد الكلور اللي هي اكثر تركيزا، تقريبا تركيزها بتتراوح بين 95 ل 150 ميلي مول باللتر، وشارد البيكربونات من 22 ل 26 ميلي مول باللتر او تقريبا 25 ميلي مول باللتر. بينما الصواعد غير المقاسي يعني الشوارد السلبيه او الحموض غير المقاسي تشمل البروتينات السالبي مثل الالبومين، والحموض الصاعدي مثل الفوسفات والسولفات، والحموض العضويه مثل اللاكتات والحموض الكيتوني. هي بالاحوال العاديه ما بنقيسها. بشكل طبيعي بتكون الهوابط تساوي الصواعد في البلازما، وبالتالي الفرق بينهما يساوي صفر، ومجموعهما يساوي الحلولية تقريبا. الحلولية مثل ما ذكرنا بتساوي تقريبا 280 ميلي أوزمول على الكيلوغرام، وتجاوزا بنقول انها تساوي ضعفي تركيز شوارد الصوديوم. مثل ما ذكرنا تركيز شوارد الصوديوم 140 ميلي مول باللتر، فاذا بدنا نحسبها بشكل تقريبي نضرب تركيز شوارد الصوديوم باثنين. طبعا في حال هذا اذا كان عندنا سكر دم والبولي عند المريض طبيعية، لكن تركيز الهوابط المقاسي يعني الصوديوم أكبر من تركيز الصواعد المقاسي الكلور والبيكربونات. هذا بالحالة الطبيعية. انتبهوا لي على المخطط اللي تحت، تركيز الهوابط المقاسي يعني الصوديوم بكون أكبر من تركيز الصواعد المقاسي الكلور والبيكربونات. عندنا على اليسار بالجدول هذا الصغير اللي شايفينه عندنا الهوابط هي المقاسي هي الصوديوم، وغير المقاسي هي الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وعلى اليسار عندنا الصواعد بشكل اساسي هي الكلور والبيكربونات، وعندنا هي المقاسي، الغير مقاسي هي مثل ما ذكرنا الفوسفات والكبريتات والبروتينات السالبه. بشكل عام بيكون تركيز الهوابط المقاسي اللي بشكل اساسي هي الصوديوم اكبر من تركيز الصواعد المقاسي الكلور والبيكربونات، وايضا اذا قارنته بيناتهم بنلاحظ تركيز الصواعد غير المقاسي اكبر من تركيز الهوابط غير المقاسي، مما يؤدي لظهور ما يعرف بالفجوه الشارديه او فجوه الصواعد. فجوه الصواعد هي بشكل اساسي وبشكل بسيط هي الفرق بين تركيز الهوابط المقاسي والصواعد المقاسي. يعني بشكل اساسي مثل ما درسنا لك اياهم قبل مره، انه الفرق بين تركيز الشوارد الايجابي والسلبي بالدم. الشارد الايجابي الاساسي بالمصل هي الصوديوم، والشوارد السلبي الاساسي بالمصل هي الكلور والبيكربونات. فحتى نحصل على فجوه الشوارد وبشكل مختصر لانه هون معقده كثير كثير، انه نطرح المعادله هي فجوه الشوارد او الانيون جاب هي
الصوديوم ناقص مجموع الكلور زائد البيكربونات. طبعا هون مدخل معادلة طويلة عريضة ولكن راح نشرحها، لكن أنا بس فقط اللي يعني طالبه منكم هو إنه شو هي فجوة الشوارد وكيف بنحسبها. فجوة الشوارد أبسط منها ما يكون، بالتعريف هي تركيز الشوارد الإيجابي ناقص الشوارد السلبي، وبشكل أساسي كيف بنحسبها؟ الصوديوم ناقص مجموع الكلور زائد البيكربونات. فمثلا إذا عندنا مريض عنده الصوديوم 140 ميلي مكافئ باللتر وعنده الكلور 150 وعنده البيكربونات 25، فبنطرح من هون 150 زائد 25 صاروا 130، بنطرحهم من تركيز الصوديوم 140 وصارت عندنا فجوة شوارد 10. ما بدها كل هالتعقيد اللي داخل فيه ومو مفيد يعني عمليا، بس هي لتنبيه لفكرة انه في عندنا حموض غير مقاسي هي اللي بتأدي لنا لزيادة فجوة الفجوي الشاردي او ارتفاع الفجوي الشاردي. تتراوح قيمة فجوة الصواعد الطبيعية تقريبا، وخذوها كحد يعني حتى ما نضيع مشان اذا اجى سؤال او شيء، فجوة الصواعد الطبيعية هي 12 ميلي مكافئ باللتر زائد ناقص 2، يعني اذا بدنا نسويها جم مجال بتصير بين ال 10 ل 14 ميلي مكافئ باللتر، ولكن بشكل عام خذوها كرقم فجوه الشوارد الطبيعي اقل من 12. فاذا كان عندنا مريض عنده حماض استقلابي وحسبنا فجوه الشوارد وذكرنا شلون بنحسب فجوه الشوارد، تركيز الصوديوم ناقص مجموع الكلور زائد البيكربونات، ولقيناها مثلا عنده 10، فنقول انه هذا حماض استقلابي طبيعي الفجوي الشاردي. اما اذا كان عندنا مريض عنده حماض استقلابي وحسبنا فجوه الشوارد ولقيناها مثلا 18 ولا 20، فبنقول انه هذا حماض استقلابي عالي الفجوي الشاردي. طبعا لانه كل مرض من هون يعني الحماض الاستقلابي طبيعي الفجوي الشاردي له اسباب، والحماض الاستقلابي عالي الفجوي الشاردي له اسباب ثاني، ولازم هدول تكونكم يكونوا محفوظات وتعرفوهن لأنه كتير مهمات. طبعا هذا الشرح اللي شرحه على فجوة الصواعد والهوابط كتير يعني هو يعني كتير أوفر فيه، ما في داعي يعني له كلاته، هي شغلة سهلة وبسيطة، ومثل ما شرحت لكم إياها هي شغلة بسيطة كتير كتير. تركيز الشوارد الإيجابي ناقص تركيز الشوارد السلبي، يعني الصوديوم ناقص مجموع الكلور زائد البيكربونات. الطبيعي بتكون أقل من 12 ميلي مكافئ باللتر، فإذا كان فجوة الشوارد أقل من 12 ميلي مكافئ باللتر بنطلق على الحماض الاستقلابي عند المريض هذا إنه هذا حماض استقلابي طبيعي الفجوي الشاردي، وأسباب معينة راح نتحدث عنها مثل حماض الأنبوبة الكلوي أو مرضى اللي بيستعملوا مدرات أو المرضى اللي بيكون عندهم إسهالات أو نواسير هضمية، هذول بيكون كلاتهم عندهم حماض استقلابي طبيعي الفجوي الشاردي. أما المرضى اللي بيكون عندهم الفجوي الشاردي أكثر من 12 ميلي مول باللتر، فهذول بيكون عندهم حماض استقلابي عالي الفجوي الشاردي، وهذا له أسباب معينة. يعني أسباب الحماض الاستقلابي عالي الفجوي الشاردي هي عندنا اليوريميا، مرضى القصور الكلوي المزمن أو حتى مرضى القصور الكلوي الحاد، مرضى القصور الكلوي المزمن وخصوصا المرضى اللي بيكون عندهم انخفاض بمعدل رشح الكبة أقل من 30 مللتر بالدقيقة، هذول بيكون عندهم حماض استقلابي عالي الفجوي الشاردي. المرض المشهور هو اللاكتيك اسيدوزيس، الحماض اللبني سواء كان بدئي ولا ثانوي. عندنا الديابيتيك كيتو اسيدوزيس، الحماض الخلوني السكري كمان بيترافق مع زياده الفجوي الشاردي. من اهم الادويه الانسمامات بالادويه اللي بتؤدي لنا لحماض استقلابي عالي الفجوي الشاردي هو الانسمام بالاسبرين. الانسمام بالاسبرين بيترافق مع حماض استقلابي عالي الفجوي الشاردي، وايضا الانسمام بالكحول، الكحول الايثيلي، وعندنا ماده بيستخدموها كمضاد للتجمد هي ماده الايثيلين جليكول، ايضا الانسمام فيها احيانا هي بتكون ماده مضاده للتجمد، فشلون بيتعرض المريض فيها للانسمام؟
يعني هي بيستخدموها مادة مضادة للتجمد مثل رادياترات السيارات أو شيء، فممكن المريض يشتبه إنه هي ماء، فبيجي بيشربها فبيتعرض للانسمام بالإيثيلين جلوكول، فبتؤدي لحمض استقلابي عالي الفجوي الشرد. وأيضا في الانسمام بالساليسيلات والإيثيلين جلوكول والانسمام بالمانيتول، كلياتهم هدول من أسباب الحمض الاستقلابي عالي الفجوي الشرد. فممكن بكرة يجيك سؤال يعني كل ما يلي يؤدي إلى حمض استقلابي عالي الفجوي الشردي ما عدا، يحط لك 4 أسباب بتؤدي لحمض استقلابي عالي الفجوي الشردي، وواحد منهم إنه بيكون الحمض مثل الحمض الأنبوب الكلوي بيكونوا هذا طبيعي الفجوي الشردي، فهدول بس إنه مشان تتنبهوا. مثل ما ذكرت يساعد حساب فجوة الصواعد في تحديد سبب حماض الاستقلال. ففي الحماض الناجم عن تراكم الحموض العضوي السولفات والفوسفات والحموض العضوي ترتفع فجوة الصواعد، بينما في الحماض الناتج عن زيادة الحموض المعدني مثل حب الكلور أو خسارة البيكربونات تبقى فجوة الصواعد طبيعي. بشكل عام تحاول آليات الجسم دوما الحفاظ على التوازن الكهربائي ثابتا داخل الجسم، فعند خسارة شاردي أو شحني سالبي سيعوض الجسم ذلك عبر إعادة امتصاص شحني سالبي بدلا عنها للحفاظ على التوازن الكهربائي. فمثلا نعلم أن الحموض مهما كان نوعه يمكن كتابته بالصيغة HA، حيث H هي شارة الهيدروجين المرتبطة مع الجزء السالب للحمض، يعني A زيرو A سالب. فعند حدوث تراكم للحموض في الجسم سيؤدي ذلك لخسارة بيكربونات في درء شارة الهيدروجين القادمة من الحمض. الحمض عندنا مثل ما ذكرنا سواء كان HBO4 H2BO4 H2CO3، فعندنا دائما شارة هيدروجين زائد الـ A. الـ A تعبر عن جذر الحمض، وعندنا شارة الهيدروجين. فلما في حال زيادة الحمض فالبيكربونات راح تدرى شارة الهيدروجين القادمة مع الحمض، لكن الجزء السالب من الحمض بيكون عوض هاي الخسارة، عوض خسارة البيكربونات كشاردة سلبية بتتعوض عن طريق الحمض لأنه هو بيكون شارته سلبية، فعوضت لنا الشحنة السلبية اللي فقدناها بالبيكربونات اللي درأت لنا شارة الهيدروجين، وبالتالي لا داعي بهالحالة هي لإعادة امتصاص شحنة سلبية بدل عنها. ففي حال الحموض العضوية ما بيحصل إعادة امتصاص شحنة سلبية لتعويض شحنة البيكربونات اللي استخدمت في درء شارة الهيدروجين. أما في حال احتباس شوارد الهيدروجين في الجسم كما في حالة الحماض الأنبوبي والكلوي النمط الأول واللي هو هذا النمط البعيد راح نتحدث عنه شوي، هذا بيؤدي لخسارة شوارد البيكربونات في درء هذه الشاردي لأنه احتبسي شارد الهيدروجين، فبهالحالة هي بيخسر الجسم شارد بيكربونات لدرء شارد الهيدروجين، ولكن هون بهالحالة هي تمت خسارة شحنة سالبي، ضيعناها الشحن السلبي هي تبعيد البيكربونات دون معاوضة. لهذا يعمل الجسم في هالحالة هي ليعوض الشحنة اللي ضيعناها بالبيكربونات لدرء شوارد الهيدروجين، بيعمل على إعادة امتصاص شارة الكلور بدل عنها للحفاظ على التوازن الكهربائي. فبالتالي بهالحالة هي غالبا بيحصل عندنا حماض مفرط الكلور لأنه بيزيد امتصاص الكلور لتعويض شحنة البيكربونات اللي عم تستخدم لدرء شوارد الهيدروجين. في حال خسارة البيكربونات سواء عبر السبيل الهضمي أو عبر الطريق البولي كذلك سيعاود الجسم عبر إعادة امتصاص شارد الكلور بدل عنها. فكنتيجة في الحالات التي يعاود فيها الجسم عبر عود امتصاص الكلور سيكون الحماض طبيعي الفجوي الشردي.
لأنه هون يكون عندنا خسارة البيكربونات رافقة زيادة في الكلور، فبقي الفجوي الطبيعي. إحنا لما عم نخسر البيكربونات هي كشاردة سلبية، والجسم عم بيعاود بزيادة عودة امتصاص الكلور كشاردة سلبية بدلا عن البيكربونات، وبالتالي هون راح تكون الفجوة الشاردية طبيعية. أما في حالة الحماض التي يعاود فيها خسارة البيكربونات عبر جزء سالب يعني غير الكلور، فسيكون الحماض مرتفع الفجوي، هون بكون عم نخسر بيكربونات فقط بحالة الحموض العضوية. هلا الآليات الإمراضية للحماض الاستقلابي، يحدث الحماض الاستقلابي وفق الآليات التالية: إما زيادة إنتاج شوارد الهيدروجين، أي زيادة في إنتاج الحموض إما الداخلي أو الخارجي، أو نقص في إطراح شوارد الهيدروجين، أو ضياع أصلي في البيكربونات. الآلية الأولى اللي هي زيادة إنتاج شوارد الهيدروجين، وهذا بيحصل في حال زيادة الحموض. قد تكون زيادة إنتاج شوارد الهيدروجين داخلية المنشأ أو خارجية المنشأ، وقد تكون الحموض المتراكمة عضوية مثل اللاكتات أو معدنية مثل حمض كلور الماء. هل زيادة الحموض المعدنية مثل حمض كلور الماء، وغالبا هو ما بيكون مصدره خارجي، مثل طفل تناول كلور الماء أو ماء جافيل اللي هو هيبوكلوريت الصوديوم أو كلور الأمونيوم، أو بسبب تناول حموض أميني موجبي يسموها سلايدات. آلية الحماض بزيادة الحموض المعدنية، انتبهوا، قبل دخول حمض كلور الماء تكون البلازما بحالة توازن بين الشوارد السلبية والشوارد الإيجابية أو بين الصواعد والهوابط، فلما بيدخل حمض كلور الماء إلى الدم بيتشرد إلى شارة هيدروجين وشارة كلور. شارة الهيدروجين مو زادة كميتها فبتتحد مع شارة البيكربونات، فهون بهالحالة هي بينخفض تركيز البيكربونات، فصار عندنا حماض. لما انخفض تركيز البيكربونات بسبب اتحادها مع شوارد الهيدروجين لتعدل شوارد الهيدروجين تستهلك البيكربونات، وبالتالي بينخفض تركيز البيكربونات فبيحصل عندنا حمض. اما شارة الكلور بهالحالة هي ما تنضم لكلور البلازما، وبالتالي بيحصل عندنا ارتفاع تركيز شوارد الكلور، وبالتالي بتشكل عندنا حماض مفرط الكلور. بهالحالة هي لا تتغير قيمة فجوة الصواعد، يعني بتظل الفجوة الشاردية طبيعية، لأنه انخفاض البيكربونات قابل زيادة في الكلور، وبالتالي يحدث حماض طبيعي الفجوي الشاردي، لكن بس فقط عندنا زاد مقدار الكلور فبنسميه حماض مفرط الكلور. أما بحال زيادة الحموض العضوية ومن أمثلتها حمض اللبن، وأيضا الحموض الكيتوني، حمض الساليسيليك والفورميك والأسيتيك، آلية الحماض أيضا قبل دخول الحمض العضوي بتكون البلازما بحالة توازن بين الصواعد والهوابط، بيدخل الحمض العضوي إلى الدم فبتشرد إلى شارة هيدروجين تتحد مع البيكربونات وبتؤدي إلى انخفاض تركيزها، وبالتالي بيحصل عندنا حالة حماض وشاردة سلبية مرافقة اللي هي الصاعدة الحمضية مثل اللاكتات أو الفورمات أو الساليسيلات. هوني تضاف الصاعدة الحمضية الناتجة إلى الصواعد غير المقاسي، فتزداد الفجوة بين الصواعد والهوابط غير المقاسي، مما يؤدينا إلى ارتفاع فجوة الصواعد، حيث أن انخفاض تركيز البيكربونات بهالحالة هي ما ازداد في بهالحالة هي ما ازداد أو ما حدث عود امتصاص أو زيادة بامتصاص الكلور ليعود لنا الشحني. مثل ما ذكرت الشحني بهالحالة هي بالحموض العضوي، الشحني بتعوضها بحالة الحموض العضوي دخل حمض عضوي، فالبيكربونات بتستخدم بدار شوارد الهيدروجين فبيخفض تركيز شوارد بيخفض تركيز البيكربونات فبيحصل عندنا حالة حماض. أما الحمض العضوي هون بهالحالة هي هو اللي عوض لنا شحنة البيكربونات اللي استخدمت في درء شوارد الهيدروجين، وبالتالي حافظ لنا
على الشحنة، لكن بهالحالة هي زاد لنا فجوة الصواعد. زاد لنا فجوة الصواعد ليش؟ لأنه فرقه عن مثل ما ذكرنا حمض كلور الماء، هون ما أعيد امتصاص كلور الكلور. بالحالة الأولى أعيد امتصاص الكلور، أو إذا المريض تناول حمض كلور الماء فالكلور بيرفع تركيز كلور الدم فتبقى فجوة الشوارد طبيعية. أما بهالحالة هي ما حصل عندنا يعني زيادة بالكلور تبع الدم فتزداد الفجوة الشردية، وبالتالي بتشكل عندنا حموض استقلابي عالي الفجوة الشردية. هلا هون بهالمخطط هذا لاحظوا على اليسار عند زيادة الحموض العضوية مثل حمض اللبن بنلاحظ ارتفاع الصواعد غير المقاسي، هي بسموها الانميجر انيون، وبالتالي بيزداد عندنا فجوة الصواعد. وأيضا بنلاحظ انخفاض تركيز البيكربونات نتيجة درقة لشوارد الهيدروجين. شوارد الهيدروجين بتعدلنا تستخدم شوارد البيكربونات لدرق شوارد الهيدروجين، وبالتالي بنخفض تركيزها وبيحصل حالة حماض. وإذا كان الحمض عضوي فهذا بيؤدينا لزيادة فجوة الصواعد. أما على اليمين مثل إذا المريض تناول حمض كلور الماء أيضا تستخدم البيكربونات لدرق شوارد الهيدروجين، وبالتالي بينخفض تركيزها وبيحصل عنا حالة حماض، ولكن الكلور اللي دخل عنا بينضاف لكلور البلازما فبيرتفع تركيز الكلور، وبالتالي هوني بتكون فجوة الشوارد طبيعي. قد تكون زيادة الحموض العضوية زيادة داخلية المنشأ مثل زيادة إنتاج حمض اللبن كما في حالات الحماض اللبني، أو زيادة إنتاج الحموض الكيتوني مثل الحماض الكيتوني أو الحماض الخلوني السكري، وقد تكون زيادة خارجية المنشأ مثل التسمم ببعض المواد راح نذكر بعض. الحماض اللبني لاكتيك أسيدوسيز هذا بيتراكم حمض اللبن اللي بينتج بشكل أساسي عن الاستقلاب اللاهوائي، ومن ثم يتفكك في الدم إلى شوارد هيدروجين ولاكتات. اللاكتات اللي هي حمض اللبن. أسباب الحماض اللبني عندنا حماض لبني من النمط الأول، وهو بيحصل في أي سبب يؤدي لنقص الأكسجين أو نقص توصيل الأكسجين للنسج، يعني نقص أكسجي على مستوى الأنسجة. بيحصل بسبب نقص الأكسجين الواصل للخلايا كما في حالات نقص التروي، مثلا إذا مريض عنده سداد شرياني حاد فما بيوصل الأكسجين للأطراف للطرف المصاب فممكن يحصل عندنا حماض لبني، أو حتى أحيانا في حالات احتشال عضلي القلبي أو قيام بجهد عضلي شديد أو إدتان دم، فكل هالحالات هي بتؤدي لزيادة الاستقلاب الهوائي وبالتالي تراكم حمض اللبن. أو يكون عندنا حماض لبني من النمط الثاني سببه هون نقص استقلاب حمض اللبن في الخلية فبيتراكم فيها، وهذا قد يحدث كتأثير جانبي لاستخدام بعض الأدوية مثل مركبات البيجوانيد. مركبات البيجوانيد أشهر المركبات منها هو اللي واسع الانتشار واسع الاستخدام هو الميتفورمين. الميتفورمين أحد التأثيرات الجانبية له هو أنه ممكن يؤدي لحدوث حماض لبني، ولكن هذا يحدث بحالات قليلة وقليلة جدا تعتبر نادرة. بيحصل غالبا عند المرضى اللي بيكون عندهم مضاد استطاب لإعطاء الميتفورمين مثل مريض قصور كلوي. بالأصل مريض قصور كلوي ما المفروض ما تعطي الميتفورمين، أو مريض قصور كبدي أو مريض تشمع الكبد كذلك أمر ما لازم تعطي الميتفورمين، أو مريض قصور قلب شديد أيضا مضاد استطاب عنده إعطاء الميتفورمين، أو مريض عنده قصور تنفسي شديد كذلك كل الحالات هي تعتبر مضاد استطباب. فإذا أعطي الميتفورمين لمريض عنده مثلا نقص بالأكسجي أو عنده قصور كلوي أو تشمع كبد أو قصور كبدي ممكن يدخله بحماض لبني. من الأمثلة الثانية عندنا الحماض الكيتوني. تنتج الحموض الكيتوني عن أكسد الحموض الدسمي. هناك نوعين من الحموض الكيتوني اللي تتراكم بالحماض الخلوني، انتبهوا لي هذول ما تنسوهم لانه حتى كمان ممكن تنسألوا عنهم، هني حمض الاسيتون اسيتيك وحمض البيتا هيدروكسي بوتيرا، هذول اللي بتراكموا عند مرضى الحماض الخلوني السكر.
أسباب الحماض الخلوني بشكل عام المخمصة أو starvation، يعني الجوع الشديد أو الجوع المديد لفترة طويلة. هون بهالحالة هي بتنفذ مخازن الغليكوجين بالجسم، فبيلجأ لأكسدة الحموض الدسمي. أكسدة الحموض الدسمي بتنتج هاي الحموض الكيتوني اللي هي مثل ما ذكرنا الأسيتو أستيك والبيتا هيدروكسي بوتريك أسيد. أيضا من أسباب الحماض الخلوني الإسراف في الكحول، وهي بالحالة بسموه حماض كيتوني الكحولي. أشيع سبب لحدوث الحماض الخلوني هو السكري غير مضبوط، بيؤدي لحدوث الديابتيك كيتو أسيدوسيز. فبهالحالة هاي بيكون عند المريض نقص شديد بالأنسولين أو عوز مطلق بالأنسولين، فبينقص استقلاب الغلوكوز، فبيلجأ الجسم لاستقلاب الحموض الدسمي لإنتاج الطاقة. أيضا عندنا الانسمام بحموض خارجي مثل الانسمام بالإسبرين أو الساليسيك أسيد، الميثانول والإيتيلين جليكول. الإيتيلين جليكول مثل ما ذكرت هو مادة مضادة للتجمد، وممكن أحيانا ينشرب عن طريق الخطأ. في حالات العصور الكلوي المزمن بيحدث حماض استقلابي، ولكن هذا حماض استقلابي من نوع خاص أو اليوريميا احنا بنسميها، يعني حالة اليوريميا اللي بيكون فيها ارتفاع باليوريا والمريض عنده قصور كلوي مزمن، لكن ما بيكون ناتج عن زيادة إنتاج الحموض العضوي، إنما بسبب نقص قدرة الكلي على طرح هذه الحموض وبالتالي تتراكم في الجسم، فبيحصل عندنا حماض استقلابي غالبا بيكون عالي الفجوي الشرجي. طبعا هون في كلمة مود بايلز، هاي الأحرف الأولى اللي بتجمع أسباب الحماض الاستقلابي عالي الفجوي الشاردي. أهم شيء أنا بالنسبة إليه اللي هي إذا بدكم تحفظوها احفظوها بأي طريقة بدكم إياها، ولكن أسباب الحماض الاستقلابي عالي الفجوي الشاردي هي كثير مهمة، وأهم أسبابها مثل ما ذكرت اليوريميا أو القصور الكلوي المزمن، عندنا الديابتي كيتو أسيدوسيز الحماض الخلوني السكري، وعندنا اللاكتيك اسيدوسيز الحماض اللبني، وعندنا الانسمام بالساليسيليات والجوع المديد اللي هن ستارفيشن والساليسيليات انتوكسيكيشن، وعندنا الانسمام بالميثانول والايثيلين جليكول. هن هذول اهم اسباب الحماض الاستقلابي عالي الفجوي الشردي. طبعا هن ضايفين لهم هوني الايزونيازيد والايرون تابلت. طبعا الانسمام فيهم يعني حبوب الحديد والانسمام بالايزونيازيد، وضايفين عليهم ايضا البرا الدهيد والبروبيلين جليكول. الآلية الثانية هي نقص اطراح شوارد الهيدروجين الكلي السليمة، تساهم في اطراح شوارد الهيدروجين الزائدة بشكلين مثل ما ذكرناكم، بينطرح ثلثي شوارد الهيدروجين بشكل أمونيوم والثلث الباقي بشكل حموض معدلي كحمض الفوسفور. في حال حدوث اضطراب بوظيفة الكلي ستحبس الكلي كمية من الحمض، ومع الوقت بيظهر الحماض. من الحالات التي يحدث فيها حماض استقلابي بسبب نقص اطراح شوارد الهيدروجين هو القصور الكلوي المزمن، وعندنا الحماض الأنبوبي النمط الأول أو الحماض الأنبوبي البعيد. الحماض الأنبوبي البعيد أو النمط الأول هذا بيحصل فيه نقص بقدرة الكلي على تحميض البول، يعني على إطراح شوارد الهيدروجين بالبول، وبالتالي تراكم بالجسم بتؤدينا لحالة الحماض. وأيضا عندنا قصور قشر الكظر، قصور قشر الكظر أو داء إدسون بيسبب حماض أنبوبي من النمط الرابع. الحماض الأنبوبي من النمط الرابع هو بيحصل عند المرضى اللي بيكون عندهم عوز بالألدستيرون مثل داء مرضى داء أديسون، إما عوز بالستيرويدات المعدنية يعني الألدستيرون مثل مرضى داء أديسون، أو إذا حصل مقاومة لعمل ستيرويدات معدنية أو الألدستيرون على مستوى الأنابيب البعيدة، فبيتشكل لنا الحماض الأنبوبي النمط الرابع. هلأ قصور الكلي المزمن، يؤثر قصور الكلي المزمن على وظيفة كل من الكبد والأنابيب الكلوية، ويحدث نقص في عدد
النفرونات السري، بينتج الحماض الاستقلابي عن خساري آليات الكلي في ضبط توازن الحمض القلوي، حيث لا تستطيع النفرونات المصابي الاحتفاظ بالبيكربونات أو إعادة تشكيلها من جديد، فبينقص عنا البيكربونات، وأيضا ما بتستطيع إطراح شوارد الهيدروجين، وبالتالي نقص إطراح شوارد الهيدروجين، فتتراكم شوارد الهيدروجين بالدم فبيؤدي إلى حالة حماض. بهالحالة هي أيضا كذلك تحاول النفرونات السليمي المتبقي التأقلم والحفاظ على معدل طرح شوارد الهيدروجين من خلال زيادة إطراح الأمونيوم وبالتالي الهيدروجين، لكن مع استمرار خسارة النفرونات تصبح الكلية في النهاية عاجزة عن طرح الأمونيوم فتتراكم شوارد الهيدروجين. في البداية بتكون فجوة الصواعد طبيعية لأنه الخلل بيكون على حساب عودة امتصاص وتكوين بيكربونات جديدة، فبالحالة هي سيعاد امتصاص الكلور بدلا عنها وتكون الكلية قادرة على التخلص من الحموض العضوي، فما بترتفع الفجوة الشاردية أو فجوة الصواعد إلا عندما ينخفض معدل رشح الكبة عن 30 مللتر بالدقيقة، لأنه بهالحالة هي عندما ينخفض معدل رشح الكبة عن 30 مللتر بالدقيقة تبدأ الصواعد الحمضية بالتراكم لا سيما صاعدتي الفوسفات والكبريت، فبهالحالة هي بيؤدي لارتفاع الصواعد غير المقاسي. فمثل ما ذكرنا بهالحالة إذا كانت الحموض العضوية ما في داعي لعودة امتصاص الكلور، وبالتالي بيحدث حماض مرتفع فجوة الصواعد. كملخص، القصور الكلوي المزمن مع معدل رشح كبة أكثر من 30 مللتر على الدقيقة غالبا بكون حماض استقلابي طبيعي الفجوي الشاردية، أما قصور كلوي مزمن مع معدل رشح كبة أقل من 30 مللتر بالدقيقة بيكون عندنا حماض استقلابي مرتفع فجوي الصواعد. هلا راح نحكي لمحة صغيرة بشكل سريع عن الحماض الأنبوبي البعيد أو هذا يسموه النمط الأول. انتبهوا، في عندنا ثلاث أنواع من الحماض الأنبوبي الكلوي. عندنا النمط الكلاسيكي أو النمط الأول، هو هذا بسموه الحماض الأنبوبي البعيد. عندنا النمط الثاني، هو النمط الثاني هو الحماض الأنبوبي القريب، وعندنا النمط الرابع من الحماض الأنبوبي الكلوي. الحماض الأنبوبي البعيد هون بيحدث خلل في الأنابيب البعيدة اللي بتكون مسؤولة عن طرح شوارد الهيدروجين، فبيحصل خلل في إطراح شوارد الهيدروجين بالبول، فبهالحالة هي بتتراكم شوارد الهيدروجين في الجسم، فلما بتتراكم شوارد الهيدروجين أو بتحتبس ما بتطرح بالبول، فالجسم بيخسر البيكربونات من أجل درء شوارد الهيدروجين. فأول شيء لما تستخدم شوارد البيكربونات في درء شوارد الهيدروجين بينخفض تركيزها في الدم، فبيحصل عندنا حالة حماض، وأيضا لمعاوض خسارة البيكربونات يتم إعادة عودة امتصاص الكلور، فبيحصل عندنا بهالحالة هي طالما خسرنا شوارد البيكربونات صار عندنا حماض، وعوض بالتعويض الشحني بعودة امتصاص الكلور، ف بهالحالة هي بكون عندنا الحماض طبيعي الفجوي الشاردي. وقاعدة عامة، الحماضات الأنبوبية الكلوية سواء النمط الأول ولا النمط الثاني ولا النمط الرابع، الحماض الأنبوبي الكلوي عادة يترافق مع حماض استقلابي بكون طبيعي الفجوي الشاردي، هي ما تنسوها. الخلل الأساسي بيكون في مضخة شوارد الهيدروجين بوتاسيوم آتباز، وبما أن شوارد الهيدروجين لا تطرح في البول فإن البي اتش سيرتفع لأكثر من 5.5 إلى 6، يؤهب ارتفاع البي اتش في البول لتشكل الحصيات لدى هؤلاء المرضى. بشكل عام مرضى الحماض الأنبوبي البعيد بسبب عجز الكلية عن إطراح شوارد الهيدروجين بكون عندهم بي اتش البول مرتفع ولا ينخفض عن 5.5 مهما حاولنا، يعني حتى لو بتعطي للمريض حموض لتزيد
حموضة البول، فالكلية عاجزة عن اطراح شوارد الهيدروجين او فاقدة لقدرتها على تحميض البول، وهي ميزة مهمة لتمييز الحموض الانبوبي البعيد عن بقية انواع الاحماضات الانبوبية الكلوية، انه بي اتش البول بيكون اكثر من 5.5، اما الاحماضات الانبوبية القريب او النمط الثاني والاحماضات الانبوبية النمط الرابع بيكون عندهم بي اتش البول اقل من 5.5. طبعا لتمييز الحموض الانبوبيه عن القصور الكلونزمن، الكبب في الحموض الانبوبيه حتى بتكون سليمه، وبالتالي رشح الكبه بيكون طبيعي، والخلل بيكون فقط في وظيفه الانابي، وبالتالي لا تتراكم الصواعد الحمضيه في الحموض الانبوبيه، فبالنتيجه بتكون فجوه الصواعد طبيعي. اما بالقصور الكلوي المزمن فالخلل بيكون بالكوبيبات الكلويه، فما بيتم طرح الصواعد الحمضيه، لذلك بتزيد لنا فجوه الصواعد او الفجوه الشارده. هلا بقصور قشر الكظر او اديسون، مثل ما بتعرفوا من تاثيرات الالدوستيرون مثل ما ذكرناها اكثر من مره، هو بيؤدي الى زياده عود امتصاص الصوديوم وطرح البوتاسيوم والهيدروجين، وبشكل اساسي بيؤدي لعود امتصاص شريدتي صوديوم مقابل طرح شريط بوتاسيوم وشريط هيدروجين. وبالتالي في حال حدوث قصور قشر الكظر بينقص عندنا افراز الالدوستيرون، فبينقص اطراح شوارد الهيدروجين، فتتراكم بالجسم بتؤدينا لحمى. ايضا هون سيكون الحمض طبيعي الفجوي، لانه عندما بتحتبس شوارد الهيدروجين فبتستخدم البيكربونات لدرء شوارد الهيدروجين، وبهالحالة هي بتعاود عبر عود امتصاص الكلور، فما بينقص عندنا تركيز الشوارد السلبية كثير، فبتكون حماض طبيعي الفجوي الشارد. لهون ورح بوقف حتى ما يزود عليكم كثير، ومنتابع إن شاء الله بالمحاضرة القادمة. إذا في حدا عنده سؤال يطلب. المحاضرة ال 14 كالسيوم هي ناخذها ولا ما هون ناخذها؟ هلا انا لا، لانه المنهاج كثير كبير فعم ركز لكم على الشيء المهم. معيتك حكيم، كبير والله المنهاج، يعني اذا بتعطينا المهم بس، يعني صار فيك كثير على النهاية. اصلا يعني هلا هو انا طلعت على المحاضره وبصراحه كثير كثير مقور فيها، يعني بشكل يعني مع انه يعني الكالسيوم يعني او اضطرابات استقطاب الكالسيوم هي بشكل اساسي ما هي من ضمن امراض الكليه، يعني تساهم فيها الكليه، ولكن بشكل اساسي يعني هي ما تدرس ضمن امراض الكليه، عاده تدرس في امراض مثلا الروماتولوجي عند مرضى عوز الفيتامين د والخرع وعند الاطفال، يعني ما هي من يعني امراض الكليه الاساسيه. وبنفس الوقت يعني كثير كثير اوفر فيها، يعني حتى شارح اكثر من اي مرجع اخر، فبالتالي يعني حتى ما يزود عليكم فانا عم ركز على امراض الكلى الاساسيه. ف راح اعطيكم هلا الحمض توازن الحمض الكلوي، لانه هذا من اليات يعني الكلويه الاساسيه اللي بتساهم فيه، وايضا راح ننتقل لدراسه القصور الكلوي المزمن كمان، يعني هذا شيء مهم، وراح ندرس الانتانات البوليه كمان هي كثير مهمه وشائعه بالحياه العمليه، وايضا الحصيات الكلويه. بعد ما اخلص هدول شو بيضل عندنا وقت ممكن نرجع، ولكن هدول اللي راح اركز عليهم هلا بالوقت اللي باقي بشكل اساسي. اي الله يجزيك خير حكيم، ما بتصل. الله يسلمك. دكتور احنا تقريبا ضل عندنا شيء 7 جلسات، يعني نقسم المحاضرات المهمه على 7 جلسات لاخر الشهر هذا. هلا امتى انتم بتخلصوا دراسه نظري؟ امتى بتتوقف المحاضره؟ هلا لاخر الشهر لازم، يعني بدايه الاول لازم نكون خالصين، لان بدايه الاول في فحص عملي بدا. يعني بدايه يعني على راس السنه من بعد راح نوقف النظر، يعني المعنى لنهايه الشهر هذا صح؟ لازم هيك، بس ثواني لاتاكد من التقويم. لا بس قولوا لي كمان حتى اعرف، انا احسن اضبط لكم اللي باقي، لانه في امور كثير يعني اوفر بهذا المنهاج.
ايه والله يا دكتور. لك خلاص لنهاية الشهر بنوقف محاضرات. دكتور مكتوب بالتقويم 5/1 بتنتهى جميع المحاضرات النظرية. طيب تمام، المشكلة ما عندنا مشكلة، الكلية ما عندنا مشكلة إن شاء الله فيها. تمام إن شاء الله. وبالنسبة للعصبية كمان نفس الحالة، بنلحقه ولا ما شو؟ العصبية إن شاء الله، يعني العصبية محاضرة بكرة راح بعطيكم المحاضرة الرابعة للحوادث وعي دماغية، وبعدها على الأقل بضل عندنا شيء 4 محاضرات ثانيات، يعني إن شاء الله بحاول قدر الإمكان إنه يعني أمشي لكم إياهم كلياتهم إن شاء الله، لأنه أنا بالأصل على أساس عندي 11 محاضرة بس ما أعطوني إلا بشكل متأخر، فلذلك يعني العصبية لو تمام. مبلش فيها، العصبية لو مبلشين فيها من يعني قبل نص شهر أو قبل شهر كان مشينا تمام، بس العصبية شفتوا من 3 أسابيع قالوا لي لحتى إنه أعطي محاضرة.